ينضم إلينا من رام الله السيد محمود الأفرنجي، منسق مجالس منظمات حقوق الإنسان. سيد محمود، أمام هذه الصورة التي نشاهدها الآن من داخل باحات المسجد الأقصى، لماذا لا تسمع إسرائيل، يعني لن نقول تسمع صوت الفلسطينيين أو المرابطين، ولكن لماذا تسمع فقط صوتها ولا تسمع حتى صوت العالم الذي يطالبها دائما بوقف هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية؟ صباح الخير أستاذي، وصباح الخير لجميع المشاهدين. صباح الخير. صحيح ما يجري في القدس هو تصاعد خطير للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والتي تأتي ضمن نظام الفصل العنصري والنظام الاستعماري الإسرائيلي، خاصة وأننا نحن نرى كيف تدعم إسرائيل وتوفر حماية للمستوطنين في مقابل تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس والشيخ جراح. ما تحدثت به أستاذي صحيح، طالما لا يوجد عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال وعلى هذا النظام الاستعماري لن يأخذ بباله أي تصريحات أو مطالبات دولية. المشكلة في إسرائيل أنها تتعامل أنها فوق القانون الدولي، وبالتالي لا تأخذ ببالها ولا باعتباراتها التصريحات الدولية المختلفة أو حتى مطالبات الفلسطينيين. نحن نطالب فعلا بفرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال لارتكاب هذه الجرائم التي ترتقي وفق القانون الدولي إلى جرائم الحرب. طيب، أنتم في مجالس حقوق الإنسان سيد محمود، وأمام هذه الخروقات، وكما تابعنا بأنه هناك وردتنا الأنباء بأن القوات الإسرائيلية تمنع حتى دخول الطواقم الطبية لإسعاف المصابين في المسجد الأقصى، هل سيكون هناك رد لمواجهة هذه الاعتداءات؟ نحن كمؤسسات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة قد قمنا خلال الأيام الماضية بمخاطبة المقررين الخواص في الأمم المتحدة، واليوم سيصدر نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل العاجل وإجراء لفرض العقوبات، حيث أنه لا يكفي فقط التصريحات الصادرة عن وزارات الخارجية الأوروبية والأمريكية في ظل هذا الوضع. فرض إسرائيل للتكتيم الإعلامي ومنع الصحفيين من الدخول هو جزء من إجراءاتها لمنع وصول المشهد إلى العالم. نحن لاحظنا كيف تحركت الشعوب خلال الفترة الماضية والحركات الحرارية والمؤسسات حقوق الإنسان الدولية، ولكن إسرائيل تخشى كثيرا على صورتها الديمقراطية، وبالتالي نحن بحاجة لتدخل حقيقي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال. أمام هذه الصورة بكل تأكيد لا يستوي أي حديث عن الديمقراطية، ولكن لو تحدثنا أو انتقلنا قريبا من القدس، من مدينة القدس المحتلة، في باقي المناطق، مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كيف يبدو واقع الحال؟ هل نترقب مزيد من التصعيد؟ هل حشود الفلسطينيين وتهديداتهم بالزحف نحو المسجد الأقصى ربما ستكون واقع خلال هذه الساعات أو الأيام القادمة؟ عزيزي، بعيدا عن حالة انقسام في النظام السياسي الفلسطيني، الشعب الفلسطيني موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48، وفعلا شهدنا خلال الأيام الماضية زحفا من المدن الفلسطينية بالداخل باتجاه مدينة القدس. شهدنا مشاركة قطاع غزة في الدفاع والتضامن مع القدس من خلال الأعمال الغابات الليلي والأعمال التي تقوم بها باتجاه غزة. في الضفة الغربية حاليا تقوم مسيرات في كافة المدن وتذهب إلى مناطق التماس. أعتقد أن هناك حالة نضال واشتباك حقيقية اليوم من أجل القدس ومن أجل أهالي الشيخ جراح في جميع الأراضي الفلسطينية. هل هذا الاشتباك يمتد ربما إلى ما يعني اتخذته إسرائيل مؤخرا من منع الانتخابات في القدس، وترتب عليه تأجيل هذه العملية برمتها؟ كان أجدر بنا نحن كفلسطينيين عدم تأجيل الانتخابات، وأيضا الذهاب نحو النضال في القدس كساحة نضال لإجراء الانتخابات ولتعزيز وجود أهالي الشيخ جراح واستخدام كل أدوات الشعب الفلسطيني في النضال. للأسف كان تأجيل الانتخابات خطوة في غير موقعها وخالفت الصواب. نأمل بالعودة للانتخابات من جديد، وأن تكون القدس في صدارة معركة النضال مع الاحتلال. طيب، محددات التهدئة سيد محمود في الأراضي المحتلة في مدينة القدس بالتحديد، هل منها ما يتعلق بخطوات إسرائيلية ربما يجب اتخاذها من جانب الاحتلال؟ للأسف
يوم أمس قد قامت المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي محكمة جزء من نظام الفصل العنصري وتستخدم أدوات القانونية في فصل العنصري، قامت تأجيل النظر في قضية تهجير أهالي سكان الشيخ جراح لمدة 30 يوما بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة الاحتلال. ولكن هذا التأجيل هو فقط لتهدة الأمور على أرض الواقع، ولا يتعني بأي حال من الأحوال وقف تهجير سكان الشيخ جراح هذا التهجير القصري. وبالتالي هم يسعون إلى التهدئة وليس إلى وقف الإجراءات تمييز ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وعليه نعتقد أن الوضع سيزداد سوءا ويزداد تصعيدا، خاصة مع قناعة الفلسطينيين أن النظام هذا النظام الفصل العنصري لن يحقق لهم حقوقهم. شكرك جزيلا الشكر السيد محمود الفرنجي، منسق مجالس حقوق الإنسان من رام الله، كنت معنا عبر شاشة الغد.